السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ مش هوصيكم طبعا باللايك على الفيديو والشير لو تقدر عشان نفيد اكبر عدد ممكن من الفنانين. لو عايز تطبق معايا على الدرس هتلاقي الصورة الأصلية دي بجودة عالية في قناة تليجرام، رابط القناة في الديسكريبشن بوكس، انضم ليها عشان تتابع كل جديد. ويلا بينا نبدأ. زي ما حضراتكم شايفين عملت دايرة، والدايرة دي بتمثل الجزء العلوي من الجمجمة او من الوجه او من الرأس، سميها زي ما تسميها. بعد كده رسمت خط في منتصف الدايرة بالطول، وبعد كده رسمت خط في منتصف الدايرة بالعرض، ودلوقتي الخط اللي بعمله ده هو خط بداية الشعر، ثم خط الأنف، والمسافة ما بين خط الحاجب وخط الأنف هي نفس المسافة ما بين خط الأنف وخط الفم زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بدأت أعمل التجويف بتاع الجمجمة من اليمين ومن الشمال، وده اللي بيكون بداية الفك، يعني بداية الفك بيكون في المنطقة دي، وهنا خط العين زي ما حضراتكم شايفين، وبدأت أعمل دايرة كروكي كده للعين من الشمال ومن اليمين. كل ده شغل كروكي، مجرد نظر مش أكتر. هنا بدأت أنزل بالفك من ناحية الشمال. الفك طبعا بيتقسم لخطين، خط طولي وخط مايل ناحية الشمال وناحية اليمين. دي الدقن بدأت أظبطها زي ما حضراتكم شايفين. وارد جدا يكون عندك خلل في المقاسات حتى لو بسيطة جدا، ودي هتتظبط في الخطوات اللي جاية، ما تقلقش خالص. هنا بدأت أرسم الأذن بالراحة، كله بيكون اعتماد على النظر. الأذن بتبقى مع الدايرة تقريبا، وبدأت بأستيكة فحم كده أخفف الرصاص، لأن الخطوة الأولى انتهينا منها عشان نبدأ نعمل الخطوة التانية وتكون ظاهرة معانا بالراحة خالص. تأكد بس إنك بتخففه لكن مش بتمسحه. وهنا بدأت بقلم أسنان أو قلم ميكانيكي أو قلم تعبئة، لأن ليه أكتر من اسم. السنون اللي بستخدمها درجتها بي او 2 بي تقريبا، مش متذكر. اي حاجه ممكن تنفع، استخدم اي قلم يناسبك. بدات ارسم الاذن واعمل الكيرف بتاع الفك. طبعا مش عايز اقول لكم ان الخطوات لازم تكون بهدوء بدون اي استعجال عشان تقدر تلمح الكيرفات والقياسات اللي ما بين خط والخط التاني بشكل سليم. اشتغلت في الفك التاني، من هنا بدأت ألاحظ إن في اختلاف بسيط، وأول ما عينك تلاحظ إن في أي اختلاف على طول تمسح وتبدأ تعدل، مش عيب زي ما اتفقنا، ولكن ما تسيبش غلط. يعني حسيت إن الدقنة طويلة شوية فقصرتها حوالي 2 مللي تقريبا، حاجة بسيطة خالص، مسحت الزيادة على طول علشان شغلك يكون مظبوط ومتناسق. وأبدأ أظبط الفك وأقفله من تحت ومن ناحية اليمين زي ما حضراتكم شايفين. هنا هنبدأ نرسم الشعر من ناحية الشمال الشكل ده، دي بداية الشعر. طبعا كله بيعتمد على الخطوط الرئيسية اللي عملناها في البداية، هي اللي حددت لي كل العناصر اللي هنبدأ نبني عليها العناصر الباقية. بعدين بدأت في الحاجب، طبعا الحاجب بترسم على الخط بتاع الحاجب اللي احنا عملناه في البداية زي ما حضراتكم شايفين. بنراعي المسافة ما بين بداية الحاجب وبداية الحاجب التانية، يعني المسافة بين الحاجبين، ما نقربهمش من بعض ولا نبعدهم عن بعض. كده خلصت الحاجبين بشكل مبدئي، هنبدأ نكمل جزء من الشعر. بفضل ان اعمل الشعر الاول عشان يحدد لي شكل الرأس، وبعد كده ابدأ اشتغل في العناصر الداخلية براحتي. الشعر بيكون مجرد نتشات بسيطة بحدد بيها مساحة الجبهة. طبعا خط الشعر هو خط اللي احنا عملناه فوق خط الحاجب. خليك فاكر الخطوط اللي بتعملها دي لانها مهمة جدا، كل خط بيكون له وظيفة في البورتريه. بدأت أنزل على الفك. لو تلاحظوا إن أنا بتقل الخطوط خطوة بخطوة، يعني كل خطوة لما بتأكد ببدأ أتقل الخطوط شوية. هنا بدأت أعمل الشعر من الخارج بشكل بسيط برضو، كله بيعتمد على نظرك. وهنا الرقبة، ثم نزلت بالكتف كده شوية. Thank you.
نكمل الشعر من فوق برضو. اي حاجة عينيك بتلاحظها بتعملها اول باول، الموضوع بسيط خالص. اي خصلة خارجة برضو بتعملها بشكل بسيط، عشان ده بيأثر على المظهر الخارجي للبورتريه او الشكل النهائي للبورتريه وبيفرق معاك جدا. والبلوزة او التيشيرت عملت بدايتها، برضو هكمل في الشعر من فوق شوية. طبعا الخط بتاع الرأس ده بيكون هو بداية الجمجمة، وكلنا عارفين طبعا ان الشعر بيكون خارج عن الجمجمة لفوق شوية ومن الجوانب برضو شوية كمان، فالخط ده مش بيمثل بداية الشعر. انا بتكلم على الدائرة اللي احنا عملناها في الاول خالص، دي مش بتمثل الشعر لكن بتمثل الجمجمة نفسها. يعني تخيل معايا كده ان البنت دي حلقة شعرها وما عندها الشعر خالص، اذا الدائرة دي بتكون في بداية الجمجمة من فوق عشان محدش يعملها في بداية الشعر. كملت الشعر زي ما حضراتكم شايفين، وهنا بدأت اعمل خط للعين. الخط ده بيكون على بداية القناة الدمعية، ثم بدأت ارسم العين الشمال والعين اليمين، حددت بدايتهم كده ونهاية العين كمان، يعني بداية العين ونهايتها. ثم هبدأ ارسم الجفن العلوي، واحاول على قد ما اقدر اجيب نفس الانحناءات او الكسرات او ايا كان يعني شكل الجفن بالظبط، عشان كل ما جبت او كل ما قدرت اجيب شكل الجفن كل ما كان الموضوع بالنسبة لي مظبوط وجميل. كمان هبدأ ارسم الدايرة، مش مطلوب منك تعمل اي تفاصيل، حط بس الدايرة في مكانها. كل ده بقلم واحد زي ما حضراتكم شايفين، عشان بس في ناس دايما بلاقي عندها حجة او اعذار ان هو مفيش عندي ادوات، مش متوفر عندي فلوس اشتري بها ادوات. لا، هو الموضوع مش بادوات خالص، هو الموضوع بس انك تشتغل. فيلا لو عايز تشتغل اشتغل وبطل اعذار. العين التانية بنفس النظام، حددت بدايتها ونهايتها بنقطتين، ثم بدأت ارسم الجفن العلوي. ثم الكسرة اللي فوق الجفن العلوي دي غالبا بتبقى واخدة نفس شكل الجفن بالظبط، ثم الدايرة والجفن السفلي وتمام التمام. وطبعا لازم تحط الدايرة في مكانها بالظبط عشان تديك النظرة، شكل النظرة. ولما تتأكد ان انت خطوطك تمام حاول تتقل شوية بشوية، زي ما انتم ملاحظين بتقل شوية بشوية. عملت شوية رموش كده عشان يحلوا شكل العين شوية في اليمين وفي الشمال. هتقل بقى زي ما قلتلكم، ما بتقلش قوي طبعا بس بتقل بنسبة بسيطة تظهر او تساعد ان العين تبرز بشكل اوضح، الشمال واليمين ثم القناة الدمعية ثم المنطقة اللي تحت العين والعين التانية. هنا بقى نبدأ في الأنف، والأنف دايما بحب أبدأ في المنتصف، يعني في المنتصف بيبقى فيه كيرف صغير بين الفتحتين كده. أهو عملت الكيرف وطلعت منه بالفتحة الشمال على طول. طبعا الأنف بتبدأ من خطوة أو من الشرطة أو من الحتة اللي احنا عملناها في البداية، التقسيمة اللي احنا قسمناها في البداية، يعني لازم تبدأ الأنف في الخط اللي احنا عملناه في البداية خالص. تمام، دي وظيفة الخطوط اللي احنا كنا بنعملها أول ما بدأنا. بعد كده هبدأ أرسم الفتحة اليمين ثم جانب الأنف، كلها بتبقى خطوط بسيطة خالص، وحاول تخلي إيدك خفيف عشان لا قدر الله لو كنت غلطان في خط أو حاجة تقدر تعدله بكل سهولة وما يبقاش عندك مشاكل. خلي بالك عشان كل الملحوظات أو الملاحظات اللي أنا بقولك عليها دي مهمة جدا وهتحتاجها. بدأت أعمل تحديدة خفيفة للأنف وما تقلهاش، هي مجرد تحديد أو تحديد للظل بس مش أكتر، لأن في ناس بتيجي عند الأنف من الجوانب وتدوس جامد، ده غلط طبعا. هنا بقى بدأت بالفم. الفم طبعا ببدأ من بيكون دايما الفم ما بين الأنف وما بين الدقن بالظبط، يعني في المنطقة اللي ما بينهم، أو ده في المعتاد مش شرط يكون بالظبط. يعني قررت أبدأ بالفم من المنتصف زي ما انتم شايفين، هو عبارة عن كتلة غامقة شوية، ثم أبدأ برقم 7 اللي بيكون بين الشفتين ده، ثم أكمل خط الفم اللي هو في المنتصف لأن ده اللي بيحدد الرياكشن بتاع الشخصية.
من اليمين ومن الشمال، ثم أبدأ أضبط الشفة اللي فوق. كل ده كلام احنا عارفينه ودارسينه واشتغلنا فيه كتير جدا في الدروس القديمة اللي فاتت لو حد متابع معايا يعني، وطبعا لو مش متابع لازم تتابع، عشان كل ما هتتابع وهتتفرج وهتطبق عينك هتتحسن وهتتطور. ثم الشفة اللي تحت بسيطة خالص، ثم المنطقة اللي تحت الفم دي اللي بيكون فيها غمقان شوية. هنا لما خلصت الفم لو لاحظتوا معايا هتلاقوا او حسيت ان الدقن بعيدة شوية، فانا هخلص الفم واعمل المنطقة اللي تحتها اللي هو التجويف ده، وهبدأ اظبط الدقن شوية واصغرها عشان تبقى متناسقة مع البورتريه بتاعي. بس كلها اخطاء ايه؟ كلها اخطاء بسيطة، بسيطة جدا، حتى لو اتثابت وانا بظلل هقدر اظبطها. بس انا بنصح دايما طالما عينك شافت اي اخطاء حاول تظبطها اول باول، ده احسن ليك يعني عشان ما يفيش غلطة تبين على غلطة تانية. نبدأ نكمل شوية في الشعر ونتقل الخطوط اللي احنا تأكدنا منها زي ما اتفقنا. واحد يقول هتتقل ازاي؟ هضغط على القلم، يعني هو نفس القلم اللي انا بستخدمه مفيش اي اختلاف، هو نفس القلم مفيش اي اختلاف، بس بتقل ايدي شوية او بضغط عليه شوية. في الخطوة دي طبعا مش محتاجين نتكلم كتير لان الموضوع واضح جدا، ركزوا بس في الشرح وشوفوني بعمل ايه. هنا عدلت الدقن زي ما انتم شايفين، صغرتها شويه بالراحه خالص، هتحسوا انها بقت كيوت اكتر. طبعا ما كانش ممكن الاحظ الغلطه دي غير لما اعمل الفم، عشان كده بقول دايما ما تحكمش على رسمتك لحد اخر خطوه، خليك مكمل، وكل ما هتكمل وهتركز هتشوف اخطاء اكتر، فما تقلقش بس خلي نفسك طويل خالص. نكمل شوية شغل في الشعر عشان يظهر معانا أكتر. في الخطوات دي بقى يعني في خطوة التغميق دي وإن أنا أحدد الخطوط أو أبرزها أكتر، هتحسوا إن الملامح بتظهر وبتكون أكثر واقعية. طبعا هو مش هيكون واقعية بنسبة 100% لأننا بنشتغل أوتلاين فقط، وإحنا متفقين في دروسنا كلها اللي فاتت ان الواقعية بتيجي عن طريق التظليل، فاوعى تحكم على الشغل بتاعك بدون تظليل، انا بتكلم على الواقعية. لكن طبعا بالاوتلاين فاكيد انتوا شايفين ان الملامح ظهرت، رسمة الوجه ورسمة الشعر، وان يكون في اختلافات بسيطة ولكن ده طبيعي جدا زي ما اتكلمنا وبنتكلم دايما، ده طبيعي وبيتعدل في خطوط التظليل. بس احنا مش مطلوب مننا تظليل طبعا، لو انت محتاج تظلل بقى ظلل، كمل انت الخطوة دي لوحدك. احنا المهم بالنسبة لنا ان احنا نقوي قدرتنا البصرية عن طريق التمرين على طرق الفري هاند والاوتلاين، ودي اكتر حاجة بتطور فعلا فعلا القدرة البصرية. زي ما حضراتكم شايفين بعمل شوية خطوط بسيطة جدا، بسيطة جدا جدا، لانها مش حاجات مهمة قوي او مش حاجات هتفرق معانا يعني. اللي هيفرق معانا هو الملامح ورسمة الوجه ويمكن الشعر شوية، لكن غير كده بيبقى حاجات ثانوية مش هتفرق معنا بشكل كبير قوي يعني. بنكمل الشعر من ناحية اليمين بدون أي اختلافات. Thank you.
كده تابعوا الفيديو للنهايه، وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. مفيش حاجه تانية ممكن اضيفها لكم غير انكم تتابعوا الفيديو بعينيكم وتشوفوا خطوات الشرح. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا ما تنسوش الدعم بلايك على الفيديو وشير للقناه، شير للفيديو اقصد، وشير للقناه كمان لو انت اول مره تشوفها عشان تدعمني اكتر اكمل معاك ولا اصاب بالاحباط او بالارت بلوك اللي بيجي لنا كل فتره. دمتم بخير، ولو حابب تتواصل معايا هتلاقي رابط انستجرام بتاعي في الديسكريبشن بوكس، واستناكم في درس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.